هذه أول معلومة أعرفها عنك. سنجل الحمد لله، الحمد لله أني سنجل. تعلقت رفيجتي بزوجي وحبته. لقيت أكاونت هذه اللي اسمها بيبي. هلا والله، منو معاي؟ حتى الصوت نسيته. يلا ماشي نطوفها لك. عمي ضاري مو كنا طول عندنا، وهو شكله بيطلق. أنا ما بيكون سبب انفصالك أو أن أهدم بيتك. أنت الشيء اللي حسسني إن الدنيا لحب فيها أشياء حلوة. مثل ما قالت ملولو أن هي تبي يعني شيء هادي وعلى مزاجها وبسيط. أهم شيء إنه يعجبك أخوي محمد. قولي أحبك. أحبك. كاهي بنتك تطلقت، ما تبي ريلة. غصبناها؟ لا، هي حرة في حياتها. أنا حسبت أختك العودة، عيب تكلميني كذي. يا ما قعدنا وسولفنا وضحكنا. شو اللي عم يمشيكي؟ قلبك ولا عقلك؟ أقول لك سويت حادث. طلال هذه وقحة وقلية أدب وما تستحي عليها بدور. نفس أختها بالضبط. ماكو قاعد تكلمني قدام رفيجتي تقولي إني أنا اللي خذيتك من أختها، ليش يعني باخذك؟ لا هي مو راضية تقتنع إنك أنت اللي ما تبي أختها وإن أنت اللي طاب خاطرك. آي طلال لا تقولي إهدي واللي عافيك، لا تقولي إهدي. آي ما يدي شلون يعني شلون ما أروح مكان طلال، يعني شلون ما أروح مكان طريقتك فيه يا وأهلها. يا الله إيدي قاعد تعور، قاعد أموت، إيدي ذابحتني. يلا باي طلال باي. سلامات 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 سلامات. تو الناس تو الناس صارتني الزحمة. يبا شفيك عسى ما شاء وريني شوف. آي 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 شوي شوي. والله يا النفس شفيك من نفسه. شفيني من نفسه؟ لو ما مرتك واختها ما صار فيني كذي. مرتك؟ مرتك منو؟ طليقتك بيبيو. سمعيني يا شيماء، والله العظيم مشكلتك مو بيبي ولا اخت بيبي ولا انا مشكلتك، انت المشكله. المشاكل هذه كلها براسك. قبل الزواج قلت لك اذا احنا مو موافقين ولا احنا خايفين لا نجدم على هالخطوه. قلت لي لا احبك وتحبني وانت الشر حلل لك اربع. اشوف انا الحين اللي شايفه كلامك شيء وفعلك شيء ثاني صراحه. مش حاسه بالذنب مثلا؟ والله ما ادري حاسه بالذنب. تحسفت وتعومست ما ادري وين طريقك. والله العظيم ما ادري ما ادري ما ادري وين طريقي. انا مينونه، انا اللي سويت حادث وانا اللي كسرت ايدي وباكر بكسر راسي عقبه بكسر ظهري. بس خلصنا ينيت وقعدت. بسم الله عليك بسم الله عليك. ايديك مو مكسوره، ايديك فيها رضى الحمد لله ما فيك الا العافيه. ايش الحياه هذه؟ ليش يما؟ بدي على خالتك بيبي دقيقه. كل خالتي بيبي صرتي وايد تحبينها. يما منك متى طلع لك لسان اطول منك؟ انت يعني ما تحبينها؟ امبلا بس ابوي يقول انك تحبينها اكثر منه. ابوك يقول كذي؟ ايه يقول انك تحبين رفيجاتك اكثر منه. ابوي اعطيني خليني اشوف. هذه من صجها؟ شنو هذا؟ زين تسوين؟ ابيك تكرهينها عيشتها. حاضر رفع عليك بس الا اكره عيشتها انا هالبيبي اوريك فيها. بس شنو هذا؟ مو من صجها. شفتي استقبال مريوم؟ ينن خيال. نعم وضعفتها بالسناب. تخيلي تمنيت انا اكون متزوجة عشان اسوي مثلها واكثر. انا حاجيك ماكو احد ببالك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. عاش من شافك. عاشت ايامك. مختفي؟ والله ماكو دوام بيت ساعات عند الربع شوية. يا الله بس يمدينا مرة سلم على الوالدة.
عاد تصدق صار لي يومين مو شايفتك عشان تعرفون قيمتي اذا بقيتوني. عشتوا على اساس ان الحين احنا فاقدينك. بسم الله عليه عساني ما افقده. ايش فيك هالجور؟ ايش فيكم ترى قاعد غشمر؟ وين امي؟ فوق الله وكيلك مسويه فقره تجريد وتحليل الملابس. طلع القديم وتحط الجديد وتعال شوف لويا تلويا. على اذنكم شوي. على فكره ترى انت دعله زعل. ايش دعوه بعد اخوك حساس لهالدرجه؟ ترى قاعد غشمر معاه؟ بقول لك شيء. في شيء قاعد يصير معي مو فاهمته. شنو؟ تقريبا كل يوم قاعد ينحط ورد على سيارتي، بالانستغرام قاعد يوصلني على الدايركت كلام حلو، بس ما ادري من منو. من منو يعني؟ ما ادري. بس انا حاسه انه فهد. بس مو فاهمه ليش قاعد يسوي كذي. كلش مو فاهمه. انزين سألي. في من صدق شو اقول له؟ انا خايفه اسئله اصلا. تعالي باكر فتشيها، ليش ومنو ومنو هذا اللي يحبك؟ لا تكفين تكفين مالي خلق. اي بس مو ذنبك انت ما تدرين. كتبي له مشكور على الورد وخلاص. ما ادري. ينكس حبي على الورد، ذوقك يعجبني. منو هذا اللي حاط عينه على بدور؟ قاعد يز لها الورد. اخ بس لو عارفه مو قادرتش اصلا. واهم شيء انه عجبتش. وبعدين اصلا انت تستاهلين اكثر من الورد. يس يس اي اي بسم الله. شفيتش طلع من الورد منه قصدتش؟ يا عمري الحمد لله والشكر. الا بسلتش عم جداري وينه؟ انت شكو قاعد تسالين عن عمي ضاري؟ عادي قاعده اسال ايش فيها؟ هالجور بدوره؟ ايش فيك؟ شنو يعني اذا سالت؟ الحمد لله والشكر. لا يروح بالك بعيد. عبالي بعد. ايش فيك؟ ما فيني شيء قاعد طالع. عبالي. هلا دلال. اقدر ادش؟ ايه حياك تفضلي. عندي خبر وايد حلو. شنو؟ انا قدمت على اختبار اللغه. ما شاء الله، يعني بتكملين ماستر؟ اي بكمل. وانت ليش ما تكمل معي؟ ترى يمديك، باجي شهر ونص على التقديم. والله دلال ما اعتقد يمديني، بس الفكره موجوده في بالي يعني، بس شوفت عيني دوام صبح وعصر غرقانين بالشغل. محمد لا تخلي اي شيء يوقف طموحك. انت انسان وايد مجتهد وانت وايد متميز بين الموظفين، شنو اللي يمنعك ما تكمل؟ والله دلال ما ادري ايش اقول لك صراحه، حمستيني، بس خليني افكر بالموضوع. لا تفكر ولا شيء، اي شيء تبي انا موجوده وراح اكون يمك اول باول. لا وراح تاخذ امتياز. محمد ترى هذه الشهاده وايد مهمه وراح تفيدك حتى بالوظيفه. خلاص عيل
أقدم أوراقي وشورك وهداية الله. إي أبيك كذي تكون إيجابي وطموح. والله يا دلال مشكورة وما قصرتي على النصيحة، ويشهد الله أن معزتك من معزة خواتي. أنا عندي شوية شغل الحين بروح أخلصه. إي حياش بأي وقت تفضلي. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. الله وناسة تصدقون قعدتكم وايد حلوة. أروح أقعد بداري أحسن. صبي لي شاي. إن شاء الله. اللي يما سناب شات كنا. إيه قاعدة طالع سنابات بنت خالتك هالجور. تهبل تهبل سنة يا أخي تدخل القلب. زين ما شفتي سناب حمود؟ يا حلو رايح دار المسنين. يا حلو سوالفه. حبيبي حمود طيب. يلا يا ربي انك ترزقه ببنت الحلال وترزقه الذريه الصالحه. صدق عاد متى بتزوجونه؟ اي ما ترى هو صار له الحين سنتين يشتغل واعتمد على نفسه من زمان، خلاص عاد زوجي. والله ما ادري عنه. يقول ناطر لبنيه التخرج من الجامعه، ما يبي يدوشها بين الزواج والجامعه وكذي. ايش انا عرفتها، هجور بنت خالتي صح؟ اي بعد عمري، ما تشوفينه كل ما شافها فز قلبه، وجهه يعطي الوان، يحبها بعد عمري. وهي بعد شكلها تحبه. لا 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 مو بكيفكم مو بكيفكم، خططت وسويت قصة على بونكم شفتوهم يضحكون شوي مع بعض خلاص يحبون بعض. لا يبا ليش ايش دراك انتي؟ هي قالت لك شيء؟ لا ما قالت لي شيء. ما عليك منها مشتطة، عندها كل سوالفها جر رفيجات امه. ترى مو شرط احنا رفيجات خلاص نقول حق بعض كل شيء، ترى في اشياء نستحي منها. والله انا ما ادري عن هاجر بس محمد حبيبي لمح لي شوية عنها إنه هو يبيها. يما عاد خلاص شوفي لبنية ثانية، يعني ما في إلا هجور ترى ما فيها زود، تكفون عاد خلاص غيروا الموضوع. بعدين لما محمد يقرر لكل حادث الحديث. زين صدق وين عمي ضاري؟ مختفي صار له مدة ما نشوفه. وش دعوة إحنا قاعد نشوفه؟ حتى ما يندرش بيسوي يا مرته. ليش شنو بيطلق؟ يقول حبيبتي عمي ضاري لاهي بحب وغراميات. ولا ما يدري عن مرته بعد. انت ما تستحين على وجهك؟ ما حد يسلم من شرك؟ يما ايش قلت انا؟ هذا الصج ما قلت شيء ما سبيته سبيتها. مو قلت لك هذه عندها كل السوالف، احنا اللي ما ندري عن شيء. اي عندي كل السوالف، اشوفكم لما يصير فيكم شيء انا اول وحده تجي تقولون لها. ايش فيها؟ تبين جاي؟ لا ما اقدر. كلها مشتاقه. صدف تغير بحياة الإنسان، خصوصا لما تشوف شخص يغير كل حياتك. وكل شوفة بالدنيا نسميها شوفة، في ناس لما تشوفها تشوف روحها، تلمسها وتصدقها من كثر ما هي صادقة، وينعكس هالشيء عليك. تبدي تحب نفسك، تحب شغلك، تحب تشوف هالشخص بكل وقت، يكون دايماً ببالك وما يفارق خيالك. ألو هاي
هاي. ها حبي، أخوك موجود؟ إي حياتي، بس رد من الدوام، حط رأسه ونام. شفيت؟ أنا عند الباب، فتحي لي باب بسرعة. حلفي والله. شنو هذا؟ هاي هاي، شو اخبارك؟ شو الكشخه؟ حطيت خفيف ميك اب، ما بوايد. حلو وايد، حلو، احلى ناعم كذي. بس حس الحمره وايد مطلعه حلجي كنا فلل. وين حمره؟ بالعكس كبيره. لا 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 لا، وايد حلو. بيجي له شز. ما استغني. اخفاف على العين صدق ما يندم. وين الكلاتش والسواره؟ زين ايش دعوه شي، دشي قعده. تعبانه امسيه حمام مغربي تريتمنت، لويا لويا، بروح اخذ غفوه. وتسريحتك تخترب، ايش فيك؟ اي عادي، تسريحات الديك، تنامين، تلعبين رياضه، تنس، بولينج، كل شيء عادي. صح صح، ظل ثابته. الله يقطع سوالفك. زين نطلع، خل اروح اجيبهم. يلا بسرعه الطاولين. نمت؟ ما نمت. اضطرت تقولين تصبح على خير. عيني على الساعة وخفت انك تنسيني. لا تخاف، أنا مو من طبعي نسيان، لأني وفية طبعي. دام كذي خلاص، أنا راح اعتبر نفسي اني بيد أمينة وما راح انسي. شلون انسى؟ خلاص صار روتين يومي، لازم نصبح ونمسي. ما اقول الا يا ليتني عرفتك من زمان. تصبح على سعادة، تصبحين على حب، وانت ايامك كلها سعادة. الورد الأبيض يذكرني بقلبك، متأثرة من أمس. هلا هلا، إيش تسوي؟ هذه إيش عندها كشخة اليوم؟ الظاهر توها نازل معاشها. لا بس متعوب على الكشخة. العرس أمس ينن ينن بصراحة، أنا ما توقعت كان كشخة وهبل، بس كم واحدة من العائلة كانوا ضيم.
عائلة العروس حلفي ما أدري شو أنا كنت أقوى منهم طبعا حبيبتي أشوفك دازت لي فويسات للساعة 3 الفجر نعم فجرت سناب تشوفي الصور قاعد أصور متحسفة على الميك اب والشعر صح لازم تحللين ما تشوفيني عندي طاقة أمس إنزين والريل إيش قال أمس ما أدري إيش عنده وايد قاعد يقول لي كلام حلو أصلا هالفترة ما أدري إيش فيه كليت غزل إنزين شنو يعني ما أدري يعني يحرجني ما مو متعودة على كلام كذي يطلع من قلبه فجأة والله ما ينعرف لكم يا رب الواحد إن مدحكم ما عجبكم وإن ذمكم ما عجبكم إيش تبين إيه حبيبتي والكلمات قاعد يدق علي كل شوي صار مراهق إيه طبعًا حبيبتي مسويت له نيو لوك إيش تبين يقول إيه حبيبتي بموت من القهر قاعد أشوف هذول اللي بالتلفزيون ولا المشاهير إيش حلوهم حبيبتي هذول كلهم عمليات إيش تبين أنتي والله حبيبتي فلوسها بس نفس كيم كارداشيان الله يكفيك فلوسها بس ما بشيء ثاني واي دسيتيني المديره ناديتني تبيني اخلص لها اوراق ما ادري شنو ما ادري ايش تبي خلي اروح لها خلص واي لك خلاص اصلا انا بعد ساعه عندي حصه بحضر لها بس بطلب ريو كيفك عاد زين نطريني لا حبيبتي ما راح انطر دزي لي واتساب شو انا يعانه زين دزي لي واتساب زين اوكي يمكن اكل قبل تاكلين يا ويلك يلا باي باي لا تحاتي يا ابو الفوز الموضوع تبره خالص بس بعد راح اشغل لك حبيب ما قصرت ما قصرت ما قصرت محمد هلا بس دقيقة إن شاء الله بعد إذنكم يا رب صباح الخير صباح النور أنا آسفة إني أخذتك منهم لا عادي شفيك عندي مشكلة بالكمبيوتر أبيك تشوفها خلنا نشوف تفضل محمد تعال شوف الجهاز مراضي يشتغل من متى هو مراضي يشتغل؟ من اليوم زين البيانات اللي فيه شالتهم على الهارد ديسك ولا موجودين؟ لا اليوم كنت بنقل كل المعلومات على الهارد ديسك وي لا تحاتي لا تحاتي أنا حلت الموضوع الحين شنو بتسوي؟ لحظة بدك على منو؟ ألو ها محبوب أنا محبوب شلونك زين؟ محبوب أنت أفدى أم مالانا ها؟ ايه يلا تعال تعال ابيك انا تعال الحين يلا منو هذا محبوب هذا احسن فني الحين ايه بضبط لك الشغل كله لا تحاتين اليوم لازم اسلم كل التقارير حق المديره ان شاء الله ان شاء الله راح تسلمينه بس غريب يعني الجزء يدد ايش فيهم ما ادري حاولت فيه مو راضي أبو محمد وين على الله والله بمر رفيجتي شوية أشرب عندها شوية الضحى وبعدين بمر الجمعية توصي على شيء من الجمعية والله يجي لي حليب حليب؟ ش حقه حليب والحليب ترس الثلاجة الله يهديك لا أبي حليب مهيل ش معنى مهيل يعني خلاص إن شاء الله حاضر إنزين تبي شيء ثاني بعد بغيت ميوة ميوتنا خلصت ميوتنا خلصت؟ الميوة ما خلصت بس عيالك يحبون الخرابيط يأكلون هالكاكاو وما كاكاو والشي الزين ما يأكلونه الله يهديهم من رداهم ما يعرفون مصلحتهم وين أكيد ما يعرفون مصلحتهم وين والدليل بنتك العودة الكبيرة الفاهمة السنعة هدت بيت أبوها اللي شكبرة وراحت قعدت لي بشقة شنها قرقور ويا أخوها عزة بخاطرك يعني إيش رايك عجبتك طلعتهم من البيت؟ لا بالله مو عاجبتي بس هم ماني متكدر دام هالشي يريحهم خلاص الله المستعان خلني أروح أخلص شغلي أبرك لي تبي شي؟ مشكورة فما الله هجروا القراءة المثمرة ومالوا إلى وسائل الإعلام إلى التباين واضح؟ كذي إحنا خلصنا؟ فصلي أنا الحين مرتاحة اللي عليه سويته راح أجرب أسوي لكم اختبارات مفاجأة قصيرة أبيكم تكونون مركزين يا شيخة شيخة هلا بلا يعني ما يصير يا غايبة ما تحضرين الحصص يا تحضرين وزعجين زميلاتك ليش
دعوة بلا بس أنا اللي كلمتيني إيش معنانا يعني؟ صوتك عالي ومزعج كلهم ساكتين بين ألف طالبة أميز صوتك. مقبولة منك يا بلا. لا تراديني وأنا أتكلم، أنا ماني عدوتك ترى، أنا قاعدة أنصحك، أنا هني أساعدك أبيش تنجحين. سمعوني ركزوا الاختبار. نعم بسألك سؤال، عندك إنستغرام؟ اي شيء يخص الدرس سأليني، مع اني ادري ان انت محاضره ولا درس. اي شيء خارج نطاق العمل ما راح اتكلم فيه. ايش جواب لا تكفين جاوبي شيخه سكتي قط العلج. بنات راح اسوي لكم اختبارات قصيره مفاجاه، ابي اهلكم حق النهائي. اي واحده في شيء مو فاهمته تقول لي، ممكن يبين معنا بالاختبارات. ساعات ما راح يقول لكم صيغه السؤال مباشره غير مباشر، ممكن يكون صعب عليكم. اذا ما فهمنا راح يبين معنا من التصحيح. اوكي لمي لي دفاتر الرؤى، اعطيني دفاترهم خلينا نشوف. شيخه دفترك جيبي يبي اشوفه عشان احط الصفر فيه. تفضل. دلال هلا وينك؟ ام هيثم دورك. يلا كاني رايحت لها. اوكي دير بالك على نفسك. من شنو؟ دير بالك على نفسك خلاص، دوام صغير والحكي يدور. اي حكي؟ عن شنو قاعد تسولفين؟ اكو شيء بينك وبين محمد. محمد؟ تقصدين محمد اللي معانا بالدوام؟ يقولون انكم تسولفون وايد وكل سوالفكم ومواضيعكم بعيد عن الموظفين، شنا في شيء بينكم وبين بعض ما تبون احد يعرفه؟ محمد زميلي نفس ما هو زميلك، وانا ناديته اليوم علشان كان عندي مشكله بالكمبيوتر، نادى الفني وصلحه وما قصر. ولان انتوا تفكيركم غلط على بالكم ان كل الناس نفسكم. منى انا عندي شغل لازم اخلصه، عن اذنك. أم محمد شلونك؟ من زمان عنك ما شفناك. هلا والله مخالد بخير الحمد لله، عساك بخير. عد البارحة بطاريك أنا وام طلال. هي أقول لهم يا ربي وينها أم محمد ما تبين. إي والله تدرين جابل أبو محمد والعيال والبيت. مات اللامين يا بنت الحلال الله يعينك. الحين بيبي ردت قعدت عندكم إيه وبنتها، وأدري لازم تجابلينها. والله ذاك خلقي على بنيتك، الله يلعن إبليس اللي دش بينهم وفرقهم. ما علي ما علي لا تزعلين، لا هي أول وحدة ولا آخر وحدة تتطلق. الو الو تكفين قومي طلعي خل نروح نتريق برا، عزمتك انا. اوف حد مو وقتك، حدي متنرفزه ويمكن الحين اسوي جريمه بالمدرسه. اوف اوف ليش صاير؟ في وحده داشه علي بالانستغرام، داشه على صوري كتبت لي كلام ينرفز، لو قدامي اذبحها. حلفي بعد ماكو غيرها شي يوم. منو غيرها بعد؟ يا محتره منك بتموت. تعالي صدق انا ما قلت لك، كانت عندنا بالجامعه. بالجامعة؟ شكو؟ شو تراني عنها؟ بس وحياتش سمعتها كلمتين؟ زين ما الحاشة تركض مني. لا 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 حبيبتي شي مو غبي عشان تسوي أكاونت فيك وتكتب لي كومنتات. هذه سوالف وحدة ياهل بعدها مو عاقل. تفضلي طبيتش مرفوضة. ليش يعني؟ أنا مقدمتها مع تخرير الطبي. شو دراني؟ روحي اسألي المديرة وتفاهمي معاها. ماشي مو مشكلة. شنو يعني؟ لا ولا شيء يا بلا، ترى ضفتك بالانستغرام. روحي 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 على صفك روحي. مو عاجبها بعد. ما
وين رحتي؟ أقول لك أنا أكلمك بعدين، أنا شكلي مالي إلا كافيتيريا الجامعة. يلا باي. أوكي أوكي باي. يلا باي. ميري ميري روحي نزل الأغراض من السيارة. كنت مفورة مو محمد، واللي سلم عمرك ترى مو طايقة نفسي واصلة حدي لهني. عسى ما شار. أنا عشان كذي كرهت الطلعة، ما أبي أحد يشوفني ولا أبي أشوف أحد. أفا ليش صاير؟ شفتم خالد بالجمعية وسألتني عن بيبي. إيش فيه؟ عادي خير يا طير. مرة وسألت عن بنتك فيها شيء؟ وبنتي مطلقة وسيرتها صارت على كل لسان باليمعات والمناسبات. وأنت من خشى بيتك. غلط غلط يبا، المفروض إنك تأخذين بنتك وتتحركون وتوجبون الناس، ما يصير كذي بهالطريقة هذه يتكلمون عنها. أبو محمد واللي عافيك ترى اللي فيني مكفيني خلاص عاد. حكي الصج ما يزعل، وبنتك ما هي آخر واحدة تطلق، كسر عيونهم ولا تحطون راسكم بالتراب. شنو؟ تخيلي ريلي كاتب لي امرك الدوام، راح اشرب قهوه واردك بعدين. لانه قاعد زين. روحي توني مستاذنه قبل يومين، ما ابي استاذن عشان قهوه ورد، ترى ما تسوى. شنو اللي مالي خلق؟ روحي معوده عادي، ايش فيها يعني؟ عندي حصتين بعد شوي، ليش اروح؟ يما منك روحي روحي، انا اكلم اي وحده من المدرسات تاخذ مكانك. روحي. واي بيبي حلفي ضبطيني. جي تلاقي رايلك والهان عليك مشتاق لك، بيطلع معاك الصبح. حلوه طلعت الصبح. روحي روحي غيري جو. يلا يلا الله يخليك لي صديقتي صدوق. خلي روح صح حلل اللوك. بس رأيك كل شيء أوكي؟ أي أشوف؟ لا تمام تمام، حاط لك كل ملفات على الديسكتوب عشان بعد لا تدورينهم، نزل لك برامج حماية، قايل لك شغلة. أنت ما عندك شغل؟ هلا؟ لأن أنا عندي شغل بليز أبي أخلصه. لا بس أنا كنت هاي أطمن على، خلاص أنا خليك أنا أذنك. محمد. هلا. أنا آسفة إني كلمتك بهذا الأسلوب. لا عادي، أنا كنت أبي أطمن بس ما صار شيء. إيش رأيك عقب ما أخلص شغلي أي عندك المكتب أشرب قهوة؟ المكتب مكتبك، حياك بأي وقت على إذنك. العصبية اللي فيها من الرسالة اللي دزناها على أكاونتها. قلعتها. قال شنو؟ طبيتك مرفوضة. أنا أعلمها إذا ما أرد البيت وأكتب لها كومنتات أخص من اللي قبلها ما أطلع أنا بنت أبوي. شيخة ديري بالك، ترى إذا زودتيها راح تروح تشتكي عليك بالمباحث. ليش عبالك أنا غبية؟ عادي أدش من أي تليفون ثاني، بس مو نفس التليفون ولا الأكاونت. تليفون منو؟ عادي خدامتنا أي تليفون. وكذي اذا نبشوا على تكتب الكومنتات راح يشوفون ان في اكثر من اكاونت قاعد يكتب مو بس انا، وتروح الشبهات من عندي. حتى اساسا هالاشكال وايد جبانه، ما تشتكي هذه بس شاطره تطلع حيلها فينا. عفي عليك تعجبيني. امشي بس امشي.